هلا انا اول ما قررت وبلشت، فبالنسبه لي ما كان في صعوبات. يمكن شفت هدول الصعوبات هن حافز الي، عائلتي هن الدعم الاول اكيد الي، وخاصه خيي. فاخذت الثقه، قدرت اخذ الثقه وقدرت اعمل بدي في هيك وهيك، يعني نظره عالم انه برافو نور، وهيك نظره انه لا ليش هي بقى تعمل هيك، انا ما في اعمل هيك. يمكن كانه هذا الحكي العالم يوقفني، بس هلا اكيد ما شيء حيوقفني. حبيت الشغله اكثر لما شفت إن شخصيتي فيها لهالشغله. لما ترتاح بالشغل اللي عم تعملها بتعرف انه انت هيدا يمكن هيدا خلقان لك هيدا الشيء. بعض المحلات اكيد حشابه ممكن يعمل لي مشكله، بس مش لي انا. قررت من وقت ما بلشت انه انا اسمع يفوتوا من هون يظهر من هون، يعني ما يعمل لي مشكله. وقت طلعت بالامتحان الدخول الاولى غيرت نظره كثير العالم لي، صاروا يعرفوا انه اذا كبنت او كحجاب. هو السبور بشكل عام هي شغف لي. خبريه كانت بالصدفه انه بالتريننج عرفت المعلمه او المنسق انه انا قادره اعطي هذا الشيء، فهن من هون قرروا يخليني اشارك بهي البطوله بنفس الوقت اللي كان فيه اوريدي الناس عم يتحضروا لهذا الشيء. فاجت نور وربحت عليهم. كفتنس كوتشنج كنت دائما بفوت على برشلونه سايت وشوف تمرين الفريق كيف كان، وهيك كل سيرتيفيكيت تطلع قدامي لحتى اعملها كنت اعملها. كان دائما اول اسمع هي انه بنت شو عم تعمل هون. بعدين كبرفورمانس خليني اثبت حالي، يعني اثبت وجودي وين ما كان. وهيدي الميداليه زعبرت انا واختي التوأم لعبت عنا، يعني كان عنا تراك اند فيلد، كل واحد لازم نقي بس لعبتين، ف نقيت انا اثنين ولعبت اثنين عن اختي وقدرت اخذ اربع ميداليات. كنت اول ما اوصل هي بنت تدربنا، مع الوقت لما يصيروا يشوفوا نتيجه بالتمرين وبالتارجت اللي بدهم يوصلوا له صاروا يحاولوا يتقبلوا، وصار بالنسبه لكثير عالم لكثير شباب بالاخص انه نور افضل كوتش. يمكن ثقتك كمان بنفسك لما تكون بمحل بتفرضها على العالم، فبكوتشنج انا قدرت افرضها هيدا الشغل، وكمان بالتحكيم بالاكسبيرينس اللي مرقت فيها. في كتير هلا صبايا حتى بيجوا بيتمرنوا عندي بيقولوا لي انه عن جد نحن ار براود اوف يو. هيدي لحال المسج منهم بتخليني انا دائما تو لوك فورورد. قدرت تخلي نظره البنت لإلي تشوف انه هي قادره تعمل هيدا الشيء، لانه اذا الرجال بيقدر اكيد انت بتقدري. انا نور شعيطه، كان حلمي يصير فتنس كوتش. رغم كتير تحديات وصعوبات وصلت، والطريق بعده طويل. إذا يلي قبله قدره أكيد بقدر أوصل، أكيد مش مستحيل.